كيف تتعامل بعض الشركات العقارية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحولها إلى فرص استثمارية في هذا القطاع؟ نفتح هذا الملف مع السيد نسيم أبو يوسف، المدير التنفيذي لشركة دورما. سيد نسيم، أهلا بك في برنامج عقاري. إذن كما ذكرت في مقدمتي، كيف يمكن أن تتعامل بعض الشركات العاملة في القطاع العقاري وفي قطاع البناء والإنشاء في طبعا مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحولها إلى فرص استثمارية في هذين القطاعين؟ أنا ببساطة عشان أقدر أفسر إيش الأزمة وإيش هي الفرصة، فبالتالي بدنا نعرف من وين بتنشأ الفرصة ولا من وين بتنشأ الأزمة. بشكل عام أنا بشبهها مثل مين اللي قبل، الدجاجة ولا البيضة، لأنه التنتين مرتبطات مع بعض. فمثلا إذا كان في فرصة وهاي الفرصة وسيء استخدامها بتتحول إلى أزمة، وإذا كان في أزمة وعرفت أنت كيف تتعامل مع الأزمة هاي بتحولها إلى فرصة. فهذا الفرق بين التنتين. هذا بشكل عام. بشكل شخصي كأناس كيف بتعاملوا معها؟ يعني أنا ببسط لك إياها بشكل مبسط. هاي كاسة المي مثلا، في ناس المثل العام اللي الكل بحكي إنه بتطلع على الكاسة بيقول هاي نصها فاضي، فهذا متشائم. واحد تاني بيقول لك لا هاي نصها مليان، فهذا متفائل. أنا بشوف فيه شخص ثالث كمان بيقول إنه النصف العلوي من الكاسة ملآن فرص، فهذا الشخص نظرته مختلفة للناس كلياتها. هو شخص ثالث بيطلع على شيء ما غيره بيشوفه، عنده مركب عدسات بيشوف شغلات تانية ما الناس نورمال بتشوفها. هناك بعض التقارير العقارية التي تفيد أن هذا القطاع بدأ يشهد حركة تدريجية ونشاطا بعد طبعا شلل كان شهده هذا القطاع في سنوات القليلة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية. هل تؤيد هذه التقارير؟ بشكل عام في تحسن، لأنه بعد كل نزول هناك طلوع، فبالتالي الفرصة كتير مؤاتية الآن، لأنه يصير في تحسن ويصير الأمور الاقتصاد في البلد هنا يصير أنشط من قبل، لأنه مرينا بفترة أوريدي. فهالأزمة هذه فهي في مراحل النهائية لحيث أنه تتحول إلى 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 مستقبل جديد. فمثلا بتذكر أنه إحنا لما كنا في 2008 ولا 2007 أو 2009 كانوا يطلعوا الناس على 2003 يقولوا كانت هاي سنة الفرص. أنا بشوف 2011 و2012 هي سنة الفرص، هي السنة اللي الناس بعد 10 سنين ولا 5 سنين حتطلع تقول إنه هذه كل لحظة من هون أنا بديت أعمل الفورتشن تاعتي، من هون أنا بديت أتطور، من هون بديت المستقبل الجديد يعمل. فلازم نكون إنه إحنا متفائلين ولازم نكون متطلعين إلى الفرص اللي حتكون موجودة وإحنا نستثمرها، نتطلع لها بطريقة مختلفة. كيف تعاملت شركتكم مع الأزمة؟ بجاوب بطريقة أوسع. أوكي، نرجع للمثل، هم الثلاث أشخاص. ثلاث أشخاص هدول، الشخص الأولاني لما بتجي الأزمة كيف بتصرف فيها؟ بقول لك بدي أقص الفات اللي موجود عندي أنا في الشركة تاعتي. مشكلة قص الفات إنه ممكن تقص فات مفيد أو دهن مفيد للجسم. ما ننسى في خلايا بالمخ تتغذى على الفات، فأنت ممكن بالغلط وأنت بتقصي تاخدي معك كمان خلايا مفيدة للجسم وبالتالي مفيدة للشركة. الشخص الثاني اللي هو المتفائل هو شخص بتعامل مع الموضوع بنوع من الحذر، فبالتالي احتمال يقول لك انه انا بدي اروح اتعاطى مع شركة تانية متخصصة هي تكون استشاري لإلي تعطيني النصائح وكيف انا اصير اتعامل مع الازمة. البوزيتيف انه ممكن يس بجوز يكون انه جاب الشخص المناسب، نفس الوقت ممكن يكون جاب الشخص الغير مناسب، فبالتالي الشخص غير مناسب ما حيعطي النتيجة اللي بده اياها. رقم ثلاثة اللي هو الشخص اللي بيشوف الفرصة بالكوباية زي نفس المثل اللي استخدمناه، هو الشخص اللي بيقولك بفكر بطريقة انه انا بدي احول الفات، بدي احول الدهن اللي موجود بالجسم الى عضلات. هذا عشان يكون جاهز، عشان يكون هو مستعد ياخذ الفرصة. اعطيك مثلا احنا كيف تعاملنا مع الأزمة. احنا كنا شركة موجودة وما زلنا موجودين في دبي، مع كل التطور اللي صار والفرص اللي كانت في دبي كبرنا وعملنا ديبارتمنتس وعملنا مصانع وعيننا ناس وعندنا سيت اب كثير كبير بيوصل ل 253 موظف هون بس في دبي. الان اجت صار في أزمة وصار لازم انه احنا نحاول نفكر في طريقة. ما اخذنا المثل الاولاني وقلنا ننزل الناس ولا المثل الثاني، فقلنا لا احنا لازم نكون موجودين
مركزين في كل الميدل إيست. إحنا كنا بالأول مركزين على دبي، مركزين على السعودية، شوية على قطر. الآن إحنا عم ناخد مكاتب في كل مكان، عم نفتح مكاتب في الكويت، في سوريا، في الأردن، في لبنان، في مصر، في ليبيا، في المغرب، في تونس، في الجزائر. الناس الصف الموجود عندنا هذا هو ناس عمالنا الآن بنعطيهم الفرصة إنهم يتحولوا يعملوا ري اللوكيشن أو ينتقلوا إلى أماكن جديدة، يبحثوا عن فرص جديدة. فبالتالي إحنا عم في خلال فترة الأزمة هاي اللي هي نهاية في مرحلة نهائية إحنا هنكون أقوى. فإحنا انتشرنا في المنطقة وصرنا جسم قوي جدا، وهذه فكرة إنه حولنا الدهن إلى عضلات. سيد نسيم أبو يوسف المدير التنفيذي لشركة دورما، حوارنا معك مستمر، ولكن نتوقف مع فاصل مع الإعلان ونعود من بعد لمتابعة الجزء الثاني من عقاري. مشاهدينا ابقوا معنا. رغم الثورات العربية واضطراب المشهد السياسي، الأمم المتحدة تتوقع نموا متميزا للقطاع السياحي في الشرق الأوسط، وعدد المشاركين في ملتقى السفر العربي بدبي يتجاوز 2000. بهارتي الهندية للاتصالات تسعى لجمع مليار دولار من خلال طرح سندات في أفريقيا، وجلسة الأعمال الليلة 7 مساء بتوقيت السعودية. عين على الكويت على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي. سر الحركة ومانحة الضوء، مصدر القوة وسبب الحروب، يراها منتجوها أثمن من الذهب ويريدها مستهلكوها أرخص من الماء. وجوهها مختلفة وجوهرها واحد، النفط والطاقة على شاشة CNBC عربية. أهلا بكم. سيد نسيم، أهلا بك من جديد في الجزء الثاني من برنامجنا. تحدثنا قبل الفاصل عن تعامل بعض الشركات مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، وطبعا الخطط التي تنتهجها هذه الشركات في سبيل تخطي الأزمة المالية العالمية وتحفيز النمو في القطاع الاستثماري والقطاع العقاري. الآن سوف نركز على قطاع التمويل، القطاع المصرفي الذي أحجم عن تقديم التمويل العقاري خلال الأزمة المالية العالمية. كيف تنظر لهذا القطاع، وأين يعني أين نحن الآن من التمويل العقاري في الربع الثاني من عام 2011؟ هو الأزمة بشكل عام ما صارت من السماء نزلت علينا، هي الأزمة صارت منا إحنا اللي عملنا الأزمة هاي اللي موجودة حاليا. والأكثر شيء كان هو الطمع. يعني أنا بتذكر كان في ناس كتير بيستثمروا بالعقار وبيستثمروا بالأسهم، ولما كانوا بيشتروا شقتين وثلاث شقق ولا أربعة وبيحطوا داون بيمنت بعدين بيرجعوا ببيعوها بيعملوا أرباح كتيرة، كان يفتخر كيف هو كان ذكي وكان يعمل فلوس. ولما صارت الأزمة بعد هذا الطمع الفاحش أصبح يلوم البنوك وأصبح يلوم الناس. بشكل خاص على البنوك، أنا أعتقد البنوك كانوا جزء من الأزمة، ما تعاملوا معها بطريقة جيدة. هم تعاملوا معها بطريقة الشخص رقم واحد، إن هم كتير انكمشوا وتحفظوا، وقفوا كتير تسهيلات مالية لناس أوريدي لمشاريع كانت شغالة. هذا تسبب في ربكة بالسوق كتير. يعني ما تعاملوا، كان في كتير ناس كويسين، كان في ناس الأرقام المالية تاعتهم كتير كويسة، وما بالتالي شملوا مع الناس اللي كان البرفورمانس تاعهم مش كويس، فأصبح الصالح بعروة الطالح.
هذا اللي صار. فهنا كان الحكم تاعهم كان كتير غلط. هلا بحاولوا يرجعوا يفكروا، لانه هم بلا تسهيلات وبلا ما يكون في عندهم فاينانس واستثمار ما حيكون في عندهم بروفيت. فبالتالي بلشوا الان يراجعوا نفسهم، صار في ناس، صار في حركه يعطوا تسهيلات لناس معينه، يعني كتير سلكتيف الناس هذولا، which is okay. بس انا كمان يعني بنصح البنوك انه يحاولوا يركزوا اكثر، لانه في كتير التفاصيل مالية لازم البنك يتطلع لها بطريقة مختلفة. الطريقة اللي كان يتطلع لها أيام زمان البنك مختلفة، لازم تكون مختلفة عن الطريقة بتطلع فيها الآن. كان زمان يعطوا لونز لناس ما في عندها أي إثباتات مادية أو أي حسابات بالبنوك، كان ياخدوا كريدت كارتز، كان ياخدوا مورجج، كان ياخدوا كل التسهيلات المالية. الآن الوضع لازم يكون مختلف، لازم يكون في تدقيق وتدقيق أكثر في التفاصيل المالية.